ككل صباح يتوجه الشاب التونسي مراد الخضروي إلى هذا المقهى كعادته، حيث يخطط لرسم مسار مستقبله وتطوير كتاباته الأدبية. لكن هذا الصباح كان مختلفا بالنسبة إليه، ففيه ترتسم ملامح مستقبل تونس في السنوات الخمس المقبلة. انتخابات 6 أكتوبر إن شاء الله اللي بشتم، لابد على شعبنا أنه يتوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع من أجل أن يختار من سيكون لتونس أجمل وتونس أفضل. تونس القوية أيضا نحلم بتعليم أفضل من خلال تفعيل المجلس الأعلى للتربية والسير نحو تعليم يحقق أكثر عدالة بين الفئات وبين الجهات. وإن بدا الجانب السياسي مهما لدى الشباب التونسي، فإن الاهتمام الأكبر في ولاية الكاف شمال غرب البلاد هو تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي. نطلب خاصة الرئيس الجديد اللي باش يشد البلاد انه يخدم الأكثرية على التنمية في الكاف، بحكم الكاف منطقة مهمشة وبالنسبة لها يلزمها تكون البناء والتشييد لتونس وخاصة الكاف. رغم المكانة التاريخية والمقدرات الجغرافية لولاية الكاف الحدودية في تونس، خاصة الفلاحية والمنجمية، إلا أن التضخم وتدني المؤشرات الاقتصادية في البلاد انعكس بشكل لافت عليها، إذ تعاني المنطقة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية ونسب البطالة في أوساط الشباب وندرة المياه ومشاكل تنموية أخرى، أمر دفع ساكنيها إلى التأكيد على ضرورة أن يمنح الرئيس المقبل توليفة تنهي المعاناة في الولاية. بالنسبة لأهالي الكاف معناها ينتظروا من المترشح الجديد اللي باش ينجح، ينتظروا منه أنه يحسن البنية التحتية للمدينة، أنه يحسن معناها الطرقات، أنه يتم جلب استثمارات للمدينة اللي في الحقيقة يعني ناقصة استثمارات وناقصة يعني التنمية الاقتصادية. نطالبوا معناها تشغيل الشباب العاطل عن العمل، خاصة أصحاب الشهادات العليا فيما يخص مثلا بعض المهندسين الفلاحيين. نطالبوا بالدولة باش تعطيهم قروض ميسرة بدون فائض ومدهم بالأراضي المهملة الموجودة في الكاف. كانت الانتخابات الرئاسية تمثل أهم حدث سياسي في تونس، فإن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة ما تعلق برفع القدرة الشرائية وتخفيض الأسعار أهم ما يراهن عليه التونسيون ويأملون أن يحققه الرئيس الثامن للبلاد. أم الخير حميدي، قناة الجزائر الدولية، من ولاية الكاف شمال غرب تونس.